البودرة السحرية اللي هتخلي شعرك خيوط حرير، كرياتين للأبد، هتفرد شعرك فرد دائم، هتخلي شعرك ناعم زي الحرير، هتطول شعرك وهتغذيه، هتعالج لك أي مشاكل في الشعر من قشرة، من تساقط، من هيشان، من تقصف، وهتخلي كمان الشعر قوية جدا جدا ومفرودة فرد دائم. من أقوى الطرق اللي هتشوفيها في حياتك لفرد شعر فرد دائم مدى الحياة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده حبايبي واخواتي جايبه لكم الوصفه السحريه، طلبتها مني عروسه خلاص هتتجوز، من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي هتخليكي تودعي الكريمات وتودعي الاستشوار والمكوه، ومش هتعملي كرياتين ولا هتدفعي فلوس ولا تبوظي شعرك. دي حاجه طبيعيه 100%، بتعالج تساقط وهيشان الشعر والتقصف، وكمان بتفرد الشعره بشكل طبيعي ومغذي جدا. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفه سهله جدا جدا يا بنات، ومكوناتها كمان مش غاليه، وهتجيبيها من بيتك. تمام، هنبدا اول مكون معايا، وده مهم جدا جدا ان هو يكون عندك. هتبداي تجيبي ادي واحد اتنين، وعلى فكره على حسب طول شعرك هتعملي الوصفة. يعني انت مثلا شعرك طويل بتبدأي تعملي اكتر كمية اكبر، تمام، على حسب طول شعرك هتعملي الوصفة. هنبدأ ناخد معلقتين من النشا او الكورن فلاور، وده غني عن التعريف في فرد الشعر. كمان الوصفة اللي هتشوفيها عندي النهاردة حصرية، لان احنا هنضيف لها مكون، ده بقى الحبوب السحرية اللي لما بتضاف بقى على النشا بتدي الفرد الطبيعي والدائم للشعر. الحبوب دي سعرها رخيص وبتجيبيها من الصيدليه. الحبوب ديت من الحاجات الحلوه جدا للشعر، وعلى فكره حلوه جدا للبشره، عامل لكم عنها فيديو رهيب للبشره. هتبداي تجيبي 3 حبات من حبوب الخميره، حبوب الخميره، تمام، هتجيبيها من الصيدليه. طبعا مش هنستخدم الخميره الفوريه لان الحبوب هي الاقوى او الافضل معايا في الوصفه، تمام. هنبدا نجيب 3 حبوب من الخميره، تمام، وهتبداي ان انت تجيبي كده كيس، وهتبداي تجيبي وتطحنيها بقى باي طريقه بقى انت عايزاها. يعني انا هطحنها بالطريقه دي كده جوه الكيس، بتبقى سهله عليا شويه، تمام. في واحده كده لسه ما اتطحنتش، نبدا نطحنها اهو عشان تدينا بقى ايه، تبقى ناعمه وبودره خالص. تعمليها بقى بالطريقه دي، تعمليها باي طريقه ثانيه، المهم ان انت تطحنيها طحن ناعم جدا. بعد كده هنبدا ان احنا ننقلها بالشكل ده كده مع النشا، ونخلطها مع النشا وهنقلبهم كده مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، هنبدا بقى نجيب المكون ده، وده غني عن التعريف في تغذيه الشعر وتطويل الشعر، كمان من الحاجات الحلوه جدا في فرد الشعر. هتبداي تجيب الرز، الرز العادي جدا جدا اللي احنا بنستخدمه، هنبدا نطحنه طحن ناعم، ومش هناخد منه غير معلقه واحده بس، معلقه واحده بس، ومش معلقه كبيره، هي معلقه صغيره، معلقه صغيره من الرز المطحون، بتطحنيه انت في البيت وبتستخدميه. وهنقلبهم على بعض، وزي ما قلت لك وهقولها لك تاني، الكميه اللي انت عايزاها بتكتري الكميه زي ما انت عايزه. بعد كده حبايب قلبي هنبدا بقى نضيف عليهم معلقه كبيره خالص من الزبادي او الياغورت، ولازم يكون الزبادي بتاعك كامل الدسم، يعني لو شعرك طويل هياخد علبه زبادي كامله، وهياخد ضعف الكمية من البودرة، تمام. وهنبدأ نقلب الزبادي بتاعي بالشكل ده على المكونات لحد ما القوام معاكي كده يبقى ايه، كريمي. بعد ما قلبناهم بالشكل دوت وادوني القوام الكريمي ده، هتبدأي بقى تجيبي الكنز ده، وده انا اتكلمت عنه في فيديو زمان، من الحاجات الحلوة جدا جدا في فرد الشعر، من الحاجات اللي لما البنات جربتها ادها نتائج حلوة جدا. بتجيبي زيت جونسون للأطفال، كمان حلو قوي قوي في التطويل. هنبدأ ناخد منه معلقتين كبار، معلقتين كبار من زيت جونسون، وهنقلبهم كويس جدا على الزبادي وعلى البودرة بتاعتي.
لحد ما زي ما انت شايفه كده القوام معاكي. طبعا انا مش عايزه الزيت يقب كده لبره، فحاولي ان انت تقلبيه كويس قوي. بعد ما قلبناهم بالشكل ده كويس جدا وحصلنا على الكريم ده زي ما انتم شايفين القوام عامل ازاي، ماشي، هتبدأي بقى تعملي خطوة حلوة جدا جدا مع الكريم فرد الشعر ده. هتبدأي تجيبي كوباية بالحجم ده كده، هناخد نصها، تمام، كوباية بالحجم ده هناخد نصها، ماشي، وهنبدأ نضيف عليها معلقتين كبار من ماء الورد، معلقتين كبار من مية الورد على المية بتاعتي ديت، نص الكوباية، ما تكتريش عن نص الكوباية، تمام، من مية الورد. هتبدأي تضيفي عليهم معلقتين، ادي واحد اتنين، معلقتين كبار من الزبيب او العنب المجفف، وهنقلبهم كده مع بعض شوية. طبعا انا نسيت اقول لكم ان المية اللي انا ضفتها مية دافية او مية مائلة للسخونة شوية، تمام، على معلقتين من مية الورد على معلقتين من الزبيب او العنب المجفف، تمام. ديت هتقعدي بقى تنقليها، هتسيبيها كده من بالليل للصبح، هتبدأي ان انت تنقعيها كده من بالليل للصبح، وهقول لك هتستخدميها ليه. اول حاجة بقى هنعملها ان احنا هناخد الكرياتين الطبيعي ده لفرد الشعر، وهنبدأ بقى زي ما قلت لك على حسب، يعني ما تحسيش ان الكميه قليله، انا بعمل كميه تجريبيه، فانت بتكتري الكميه زي ما انت عايزه. بتبداي ان انت تفرديه على شعرك كويس جدا جدا من الجذور للاطراف مع تدليك كده لجوه، يعني دلكيه بقى على شعرك كله كده بالمشط، تمام، كويس. وبعد كده البسي البونيه بتاعك وسيبيه على شعرك لمده ساعه او ساعه ونص، تمام، وبعد كده اغسلي شعرك كويس جدا. اتفرجي بقى، انا مش هتكلم كتير، اتفرجي بقى على اول مرة هتستخدميه فيها، ولما تغسلي شعرك شعرك هيبقى عامل ازاي، تمام. الوصفة التانية بقى بتاعتي دي لما هتنقعيها من بالليل لحد الصبح هتفيدك في ايه؟ الوصفة ديت بعد ما هننقعها من بالليل للصبح هنحطها عندنا في بخاخ، وهتبدأي بقى ترشيها على شعرك مرة واحدة قبل النوم كل يوم لمدة 3 ايام، بعد كده بيعمليها مرة في الاسبوع. الوصفة دي بتطول الشعر جدا جدا، بتعالج الشعر الضعيف او اللي بيتقصف بسرعة، شعرتنا بتبقى ضعيفة، فمع التسريح ومع كده بتحس الشعرة بتتقصف منك وبتتقطع كده. الوصفة دي كمان بتعطرلك رائحة شعرك لانها فيها ماء ورد، وماء الورد انا قلت عليه برضو ان هو من الحاجات الحلوة جدا جدا في تطويل الشعر. هتبدأي ان انت تنقعيها وترشيها على شعرك واستخدميها، حلوة جدا 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 لتقوية بصيلات الشعر. يا رب اكون قدرت افيدكم، جربوها والله حلوة جدا جدا. اشوفكم على خير حبيب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.